تعال نشوف ابو كرش ده اللي اتجرأ وهزر على ستوري للذات الصلاحية. ميدو هو اصغر من مثل منتخب مصر عبر التاريخ واصغر محترف في تاريخها. ميدو اتسمى العالمي عشان عن طريقه عرفنا اندية في بلجيكا وهولندا وفرنسا وانجلترا واسبانيا. ميدو خلانا ننزل نتفرج على هاوي عشان ماتشاته اللي ما كانتش بتيجي على تلفزيون البيت. كان عادي تمشي في الشارع تلاقينا لابسين تيشيرت لسيلتا فيجو ومارسيليا مكتوب عليها اسمه. ميدو كان بيقعد له زلاتان ودروجبا احتياطي. ميدو هو اصغر مدرب في تاريخ الزمالك وافضل محلل في تاريخ قنوات بي ان. ميدو زينا، عدو الوحيد هو نفسه. احيانا ما بيقدرش يقف قدام شهواته لانه انسان زينا بيغلط. ميدو سلوكياته المشينه اصبحت عبره لصلاح وغيره عشان يتعلموا منه. وفكره ان واحد قال راي مش على هوانا فنفكره بغلطاته اللي ممكن نكون عملنا زيها بس ربنا سترنا، فدي حاجه غير اخلاقيه بالمره.